بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 21. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات، ادعوا أن صفات الباري ليست زائدة عن ذاته، لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفات المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لا، فإن يقوم فقد تعلق وجوده بها وصار مركبا من أجزاء لا يصح وجوده إلا بمجموعها، والمركب معلول، وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول، وهما على الله محال، فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته وهو المطلوب. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الحمد لله الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي حديث الاستخارة الذي في الصحيح: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وفي حديث شداد ابن أوس الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث: لا وعزتك، وهذا كثير. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة وهو إمام، فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال: أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا المعنى أيضا آثار متعددة، فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له، فإن الوصف هو الإظهار والبيان، والبيان البصر للبصر والسمع، فإن الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع، كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة، وقال: سيجزيهم وصفهم، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، والنعت الوصف، ومثل هذا كثير. والصفة مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة، مثل وعد وعدا وعدة، ووزن وزنا وزنة، وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول، كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون: درهم ضرب الأمير. فإذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، سمي المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة، فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار، وهذا حقيقة الأمر. ثم ذكر من المعتزلة ونحوهم ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط، من غير أن يقوم بالذات القديمة معان. وكثير من المتكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة، فيقولون: الوصف هو القول، والصفة المعنى القائم بالموصوف. وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى. والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني التي هي العلم والقدرة وغيرها كما قدمناه. وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو، وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك، فيقال: شخص ذو علم،
وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى الأعلام كقولهم ذو عمر وذو الكلاع، وقول عمر الغني بلال وذووه، فلما وجدوا الله قال في القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وصفوها فقالوا نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك، ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا الذات، وهي كلمة مولدة ليست قديمة. وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمعنى آخر، مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله. وعن أبي ذر كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم أصبنا في ذات الله، والمعنى في جهة الله وناحيته، أي لأجل الله والابتغاء وجهه، ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقوله عليم بذات الصدور أي عليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى، ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم، فإنها صاحبة الصفات. فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي لها الصفات. وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، إلى أن قال فإذا ثبت أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح، فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس هو من جنس ما يستحقه سائر الأشياء. فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهر، لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن يكون عرضا، إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.